متابعين اليوم السابع في كل مكان عبر منصاتنا المختلفة، أهلا بحضراتكم في تغطية إخبارية جديدة خاصة من داخل صالة التحرير اليوم السابع. منذ قليل أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عن المواعيد الرسمية والضوابط التي يتم على من خلالها إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ لسنة 2020. كثير من الأسئلة حول إجراء هذه الانتخابات وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية، عشان كده بيكون معنا الزميلة هدى أبو بكر من داخل قاعة مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات. هدى أهلاً بيكي. أهلاً يا حبود، إزاي؟ هدى كلمينا عن المواعيد الرسمية اللي هتجرى فيها انتخابات مجلس الشيوخ. هو طبعاً بالفعل انتهى منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أعلن المستشار نشين إبراهيم أعلن بشكل رسمي عن دعوة الناخبين للاقتراع في أول انتخابات لمجلس الشيوخ بتشهدها مصر بعد ثورة 30 يونيو. في البداية طبعاً كان في أكد المستشار نشين إنه ستجرى الانتخابات وفق المواعيد اللي حددتها الهيئة واللي نشرتها في الجريدة الرسمية. بداية هذا الإجراء من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وحددت اللجنة أو الهيئة من 11 وحتى 18 يوليو الجاري موعدا لتقديم طلبات الترشح من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، باستثناء اليوم الأخير في تقديم الطلبات اللي هو يوم 18 يوليو، هيتم فقط غلق باب تلقي الطلبات في 2 ظهرا. الطلبات تقديم طلبات الترشح بتقدم الى او في مقار المحاكم الابتدائيه اللي حددتها الهيئه الوطنيه للانتخابات على مستوى المحافظات. فيما يتعلق بمواعيد الاقتراع نفسها، حددت الهيئه انتخابات الخارج يومي 9 و10 اغسطس القادم، بتجرى الانتخابات في الخارج بالتنسيق مع وزاره الخارجيه من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء بحسب توقيت كل دولة. وطبعا هنا التنسيق مع الخارجية فيما يتعلق بالظروف اللي بيمر بيها كل العالم من جائحة فيروس كورونا، يتم هذا الأمر تنسيقه مع وزارة الخارجية لأثناء عمليات التصويت في مقر السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج. أما ما يتعلق بانتخابات الداخل فستجرى أيام 11 و 12 أغسطس داخل جمهورية مصر العربية، وستعلن النتائج يوم 19 أغسطس. هذا فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. أما إذا في مرحلة الإعادة، أيضا حددت الهيئة مواعيد الإعادة بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ يوم 6 و 7 سبتمبر خارج مصر، ويوم 8 و 9 سبتمبر داخل مصر، وستكون إعلان النتائج في موعد أقصى 16 سبتمبر. اللجنه اعلنت عدد او المستشار لاشين ابراهيم خلال كلمته عدد الاعضاء يا هدى. اعضاء مجلس الشيوخ وفق القانون 300 عضو بينتخبوا ثلث المجلس بالاقتراع السري المباشر، والثلث الباقي بيعينه رئيس الجمهوريه بنظام 100 مقعد فردي و100 اخرين في نظام اشراف قضائي كامل، بمعنى قاضي على كل صندوق. دعا المستشار الانتخابي وتوجه لصناديق لانتخابات المجتمع من المرأة والشباب، وأيضا دعا الأحزاب السياسية للمشاركة، ودعا كل من تتوفر فيه شروط الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ إلى ممارسة حقه السياسي والدستوري والتقدم بالترشح في هذه الانتخابات. نقطة أيضا مهمة أكد عليها المستشار لشين خلال تصريحاته في المؤتمر، وهي الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي هتتخذها الهيئة خلال عملية التصويت أو خلال عملية الاقتراع. خلينا عن الإجراءات دي بالتفصيل يا هدى. تمام. المستشار لاشين أكد على أن الهيئة طبعا بتعلم جيدا أنها تجري هذه الانتخابات وسط ظروف يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا، ولذلك هو أكد على أن هذه الجائحة لن تمنعنا من ممارسة هذا الحق أو الاستحقاق الدستوري.
وبناء عليه وضعت الهيئة عدد من الإجراءات من بينها التأكيد على تعقيم مقار اللجان جميعا قبل عملية التصويت، أيضا من بينها تحقيق فكرة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة بين الناخبين، وأكد المستشار لاشين على أن هيكون في موظف يعني مسؤول تحديدا عن هذا الأمر، عن فكرة المسافات الآمنة بين الناخبين. أيضا هنا هناك بالنسبة لجان السيدة مخصصة في كل لجنة أيضا لتنظيم هذه الإجراءات فيما يتعلق بالسيدات. أيضا من بين هذه الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها الهيئة كان فكرة تقليل عدد الناخبين في اللجان الفرعية، يعني إذا كان الكشف الانتخابي مثلا على سبيل المثال مثلا مفترض في 100، لا أنا هقلل عن كده عشان ما يبقاش في كثافات على اللجان أو يبقى في زحام على اللجان. أيضا من بين هذه طبعا شرط ارتداء الكمامة، يعني شرط ارتداء الكمامة ده شرط أساسي طبعا، لكل والحفاظ على أطراف المسافات. بالظبط، والكمامة لكل أطراف أو لكل المشاركين في العملية الانتخابية سواء كانوا ناخبين سواء كانوا قضاة مشرفين أو موظفين يعني بيساعدوا في إدارة هذه العملية. نقطة عظيم. مهمة أيضا أكد عليها المستشار لاشين عن فكرة إن هذه الانتخابات أو وعد الشعب المصري بأن الهيئة ستجري هذه الانتخابات وفق مناخ ديمقراطي، وأكد على إتمامها في جو يعني من الديمقراطية والنزاهة، وإن منظمات المجتمع المدني سواء كانت المنظمات المحلية أو المنظمات الدولية ستتابع هذه الانتخابات لحظة بلحظة. عظيم عظيم الزميلة هدى أبو بكر، شكرا ليكي، العافية. شكرا ليكم كل متابعينا على منصاتنا المختلفة، انتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. كنت معكم حور محمد.